هل من بين ولديك أو بنتيك من سار على؟ طبعا كلهم كلهم وكلهم أحسن مني، وأنا بقول لك كلهم أحسن مني. يعني مثلا أنا ابني لؤي في مجال الملكية الفكرية أفضل مني قدرة وعلما وعلاقاتا. أنا لسه جاي من مؤتمر قمة في ألمانيا بهانوفر، كان قمة بين حكومات ورجال أعمال رؤساء شركات، كنا 20 شخص برعاية الحكومة الأمريكية الألمانية عفوا، وكنت أنا ضمن 10 رجال أعمال مقابل 10 حكوميين. سألني واحد منهم ما بيعرفني، قال لي شو بقرب لك لؤي أبو غزالة؟ قلت له ابني. قال احنا نعرف لؤي. قلت له والله أنا الحمد لله أنه صرت أعرف بابني، فما عندي شرف اللي ما عندي مشكلة، بالعكس أفتخر بأنه هذا الوضع. وأقول لك أنه مثلا لؤي بهذا المجال لا يقل إبداعا ولا بالعكس تفوق علي على الأقل تقنيا، إذا مش بأشياء أخرى وعلاقات عامة أحسن مني، يعني ظهوره ومحبة الناس له أكثر مني. هل يلجأوا لك في قراراتهم الصعبة؟ يلجأوا لي بقراراتهم الصعبة وغير الصعبة. يعني أنا الله من نعم الله علي أن أولادي فيهم من الطاعة ما لا يمكن أن يحلم به أب، مش بالقرار الصعب حتى بالقرارات الصغيرة بقول له يا ابني اعمل اللي أنت ترى مناسب، لا ما أنا بدي أسألك معلش اعمل أنت اللي قال بديش أغلط، لا اغلط ما عندي مشكلة اغلط. ابني الثاني قصاي واللي هو في البحرين واللي أنا تعشيت مع حفيده أفضل مني في المهنة في المحاسبة، وأنا أقر بأنه تقنيا وفنيا أفضل مني، يعني ما عندي شك بأنه هو أحسن مني كعلم محاسبة، وهذا أيضا موضع فخر. دائما بقول لك أنا الشباب اللي عندي في المؤسسة اللي هم مش أولادي وهم أبنائي جلهم أفضل مني. فهذا هو أخذ خط المهني، والآن هو يؤلف مؤلف سيكون يعني يمكن على مستوى العالم شيء إحداث لم يصدق له مثيل في عالم المحاسبة. عم بيألف شيء محاسبي جديد مبدع. بنتي ماي مثلا وإن كانت مش في المؤسسة إنما أخذت خط التعليم، أقامت مشروع اسمه الحكواتي في عمان لتعليم الأطفال غير ربحي، الهدف منه أن نشجع الأطفال بطريقة حديثة بأنه يقعد دائما باستمرار في المكتبة سيدة أو سيد أستاذة أو أستاذة يقرأ للأطفال، تروي له القصص، تروي له القصص زي أيام زمان بالصبح حكواتي، لذلك اسمه الحكواتي. وتعمل 18 ساعة يعني تشتغل مثل ما أنا بشتغل بالضبط، وبالتالي وأيضا مع أنها مش في عقل العمل ولكن في كل أمورها والله أنعم عليها أيضا بزوج ورجل فاضل هو ابني أيضا سفيان، اعتبره مثل لؤي وقصي بالضبط، والدهم يرجعوا لي في كل شيء. جمانة هذه قلت لك اللي في أمريكا بنتي واللي قررت أنها تريد أن تكون طلال أبو غزالة ولكن لوحدها وفي أمريكا، وهي الآن في تعمل في أمريكا بعد أن أخذت. وقد كان أيضا من نحكي عن المعاناة لما خلصت البكالوريوس قالت لي بدي أكمل، قلت لها ما في مانع بس شرط يكون في هارفارد وام بي اي، وهي مش هذا توجهها، كانت الاولى على مستوى امريكا في اللغه الانجليزيه، يعني هي كانت تريد ان تدخل في لاينز مختلفه، وحتى رئيس جامعتها قال لي احنا خجولين انه طالبه عربيه تتفوق على الطلاب الامريكيين باللغه الانجليزيه، فقلت لها هذا الشرط، قبلت في هارفارد ودخلت في البزنس سكول فقط لتقبل التحدي والظلم اللي مارسته عليها، ولكنها ما اشتغلتش لا في البزنس ولا بشيء، اشتغلت في الادفيرتايزنج، قررت ان تؤسس مكتب وتعمل مستشار في الدعايه والاعلام. استاذ طلال، يعني لم نتحدث عن موضوع اخر اعتقد انه برضه مهم، المراه في حياه طلال ابو غزاله
سواء كانت احنا تحدثنا عن البنت نعم. لكن لما نتحدث عن الزوجة لم نتحدث يمكن عن الأم. يمكن يمكن هو هذا اللي يكون ختامها مسك، لأنه أنا أم لؤي أم نهى ترافقت معي 43 سنة لم أجد منها إلا الخير ولم أجد منها إلا الصبر. وأنا بقول أنا دائما بقول لها الله يعينك علي، أنا ما بطيق حالي فكيف أنت طيقاني ما بعرف، ولكن أنا مش دائما أتجنب الكلام عنها لأن هي لا تحب، لا تحب أن أتكلم عنها لأنها تعتقد بأنها هي ممثلة فيي أنا. فأنا دائما تشعر هي خصوصا يعني في الإعلام بتحبش حتى لما بتصير مقابلات أو مناسبات ترفض أن تظهر فيها، وبالتالي أتردد بدون ما أستأذنها أنه أزجها في الموضوع. ولكن أقول ما في شك بأنه بدون الزوجة الصالحة لا يمكن أن تتأمن البيئة للنجاح. يعني إذا عنده نكد في بيته كل يوم الصبح وكل ظهر وكل مساء، وعنده مشاكل، عنده زوجة ما تقلقه بشكل أو آخر في أمورها أو في غير أمورها، لا يمكن أن يجد الوقت البيئة أو الوسائل أو الراحة النفسية ليستطيع أن ينتج. فالأمانة تقتضي، وإن كان ما بتحبني أحكي عنها، هي أنا أقول إنه لولا أنها في صبرها علي وفي تحملها إلي وفي نصائحها لي لم يحصل من يوم ما شفت قابلتها إلى اليوم أن أعطتني مديح. اللي أنا خلي كل الناس تمدحك، أنا شغلتي أنتقدك، أنا بقول لك كل شيء غلط فيك. من يحبك ينتقدك. ولا أنا طب ما بيصيرش أنا ما عملتش يوم شيء منيح، يعني اذكري لي شيء منيح. تقولي خلي أنت عارف إنك عامل كتير منيح وكل الدنيا بتعرف المنيح اللي عنك، بس أنا بحب أنا يعني مثلا إذا كنت قمت بصرف مس شعور أحد تنتقدني، أنت ترى غلطت مع فلان، أنت قصرت مع فلان فيما يخص واجباتي تجاه أهلي من الذين أحتاج أو مش أحتاج، أنا أحتاج لأنه واجب الرعاية عليهم إذا تلفت نظري. فما في شك أن هذه النعمة، نعمة المرأة الصالحة الزوجة الصالحة، هي النعمة التي أنا سعيد بها. يعني الزوجة الصالحة هي فضل كبير ورضا من الله.